حصدت مملكة البحرين جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي من خلال مشروع التطبيب والعلاج عن بعد، والذي طبقته وزارة الصحة عبر مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك في الدورة الثانية لجائزة التميز الحكومي العربي التي أقيمت بمقر جامعة الدول العربية في جمهورية مصر العربية الشقيقة. من جانبها، أشارت الدكتورة هند إبراهيم السندي نائب رئيس لجنة الجودة وإدارة المخاطر بمراكز الرعاية الصحية الأولية، أشارت خلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة إلى مميزات المشروع الذي أهلته للفوز بالجائزة. طبعا تعتبر هذه الجائزة الأكبر عربيا في مجال التطوير والتحسين والتميز في المنطقة العربية، حيث تسلط الضوء على التجارب الإدارية الناجحة في المنطقة والمشاريع المؤسسية المتميزة تنفيذا للرؤى الاستراتيجية الحكومية المستقبلية التي تضمن الابتكار والإبداع. طبعا لله الحمد، حصدت وزارة الصحة ومراكز الرعاية الصحية الأولية جائزة أفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي من خلال مشروع التطبيب عن بعد. طبعا فكرة مشروع التطبيب عن بعد هي تقديم خدمات صحية متعددة ومترابطة ذات جودة عالية مع مراعاة لمعايير السلامة، لتستخدم التكنولوجيا المبتكرة وتقنيات حديثة. وما ميز هذا المشروع هو استخدام التقنية المرئية اللي هو الفيديو كول في تقديم الاستشارات الطبية، حيث مكننا من تطبيقها في مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتوسعنا في خدماتها حيث شملت استشارات طبية وخدمات صحية مساندة أيضا، وضمن فريق مدرب متميز وساهم في دعم واستمرارية هذا المشروع إلى أن تمكننا من حصد ثماره بنيل هذه الجائزة.